رفض؟ حاولت معه بشتى السبل وما قبل. قال لي لولا أن المال للفقراء ما كان ليقبل به كي لا يعمل تحت اسمك. اسمع، تقطع عنه المال وتتحرز على ما بيده، لكن المال للفقراء يا مولاي. افعل ما أمرتك به. هيا. هذا كل ما أمرك به؟ أجل. مولاي، مولاي، ماذا بك؟ قاري شرف الدين. ماذا بي؟ يا محمد، يا محمد، أتنادي الملك باسمه؟ يا محمد، قم فأطعمهم، أطعم من أمرت بقطع القوت عنهم. أم أنك لا تقدر على حمل الطعام إليهم؟ أجننت يا شرف الدين؟ أتريد من السلطان أن يطعم الناس بنفسه؟ أي سلطان؟ أين هو السلطان؟ أنا لا أرى سلطاناً هنا. الجميع يعرف من أنا إلا أنت؟ لا والله ما أصبت، فالجميع لا يعلم من تكون حتى أنت. أنا سلطان هذه البلاد. والله ما أصبت أيضاً. فمن أكون إذن؟ أنت عبد، عبد ولاه مولاه حفظ عبيده. فهل يكون طائعاً شاكراً أم ناكراً آبقاً؟ والله ما أصبت يا شرف الدين، لقد جئت بأغنياء يطلبون فقيراً. افتحوا خزائن الدولة واكفوا كل محتاج. مولاي. إليك عني يا إدريس. فالخزائن العمرانة لا تعدل ميزاناً فارغاً، ودمعة طفل جائع يوم القيامة أثقل من ملء الأرض ذهباً. أأصبت الآن يا شرف الدين؟ أصبت الآن يا أمير المؤمنين. فهل تتخلى عن عبد يحمل أغلالاً تطوقه تحاسبه على سوء تصرفه وضعف حيلته؟ بل نحملها معه يا أمير، ولكن لي شرط واحد. هو لك أن تطعم هؤلاء بيدك. وأنا قبلت، ولكن ألا يعين الشيخ الشيخ؟ وهل ظننت أنني أدعك تفوز بأجرهم وحدك؟ قال بأنهما غادرا المدينة. بحثنا عنهما في كل مكان ولم نجدهما.
تبحثتم عنهما عند القاضي؟ القاضي؟ أجل، كان حريا بك بأن تفكر، لأن هذا هو المكان الأول الذي سيقصدانه. ما زلت قابعا هنا؟ هذا دواء سيكشف مدى حب زوجك لك، فإن كان مخلصا سيزول السحر عنه ويعود كما كان، وأما إن كان خائنا وينوي الغدر بك فسينال عقابه ويجني ثمرة غدره بك.